يريد تجريم التطبيع. الشعب يريد تجريم التطبيع. اليوم ساكنة الدار البيضاء ونحن من قلب حي درب السلطان، هذا الحي المشهور والمعروف بنضاليته ساكنته، ونعبر على وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في يوم الأرض. هذا اليوم اللي هو في الحقيقة تعبير على ورمزي اللي يعبر على التشبت ديال الشعب الفلسطيني بأرضه، كل أرضه، ضد الكيان الصهيوني، هذا الكيان البغيض اللي تغرس في المنطقة ديالنا باش يدير القنطرة ديال الاستعمار الجديد والاستعمار الاستيطاني في فلسطين. والشعب الفلسطيني يتصدى بجميع إمكانياته وبالروح وبالدم وبالاستشهادات لمواجهة الاستعمار الاستيطاني. فالشعب الفلسطيني في هذه اللحظات يقدم الشهداء، تلو الشهداء، ضد هذا العدو المتغطرس، العدو ضد الإنسانية في الحقيقة، لأنه كيان عنصري صهيوني استيطاني. فنحن في المغرب ضمن الجبهة المغربية من أجل الدفاع على فلسطين وضد التطبيع، نقف كذلك إلى جانب الشعب الفلسطيني في يوم الأرض، ولكن في نفس الوقت نتصدى إلى موقف النظام المغربي المخزني اللي الآن كيرفع من الوتيرة ديال التطبيع مع هذا العدو الصهيوني، وخرج التطبيع من دائرة المسكوت عليه وكان تحت الأرض. الآن التطبيع يجري بشكل أهوج، وكان فيه فعلا يعني المستوى تطور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والأمني والعسكري. التطبيع الآن في المغرب أصبح شكل من الأشكال ديال طلب الحماية للنظام المغربي للكيان الصهيوني والإمبريالي الأمريكية. فساكنة الدار البيضاء والجبهة من أجل الدفاع على فلسطين وضد التطبيع، نقول لا للتطبيع، لا لهذه السياسة الهوجاء اللي يقدم النظام المخزني بالمغرب. ونحن بصفتنا مناضلين من مناضلي الشعب المغربي نرفض هذا التطبيع، الاستمرار الى النضالات الى حد تحقيق الانتصار الكامل وهو من كل يد. الشعوب العربية والشعوب المغاربية لن تستسلم لهذا الهجوم اللي كيتمارس عليها، وستناضل حتى انتزاع حقوقها التاريخية. وهذه القضية يعني ملك اليد، والانتصار ممكن، وخص العزيمة من أجل تحقيق هذا الانتصار. احنا بالنسبة لنا في الجبهة المغربية للدفاع عن فلسطين وعلى مستوى الوطني، قررنا نخلدوا ذكرى يوم الأرض تحت شعار كل غضب وكل تضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك المطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وكذلك لإدانة كل أشكال التطبيع، سيرتو التطبيع الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني. اليوم وفي هذه اللحظة هذه أكثر من 30 مدينة مغربية تخرج في وقفات لإحياء الذكرى 47 لاغتصاب الأراضي الفلسطينية، وللوقوف كذلك على الإدانة ديال هذا الكيان العنصري الغاصب القاتل اللي عبر التاريخ ارتكب جرائم في حق الشعب الفلسطيني. لا ننسى مجازر دير ياسين، لا ننسى مجازر كفر قاسم، لا ننسى غزة، لا ننسى أنه تاريخ ديال الدم وديال القتل. وبالتالي هذا الكيان لا يستحق منا إلا الإدانة، ولا يستحق منا أنه سيكون مآله مزبلة التاريخ، وأن الشعوب العربية والشعب المغربي دائما كان إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه بتقرير المصير وأقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. اليوم جينا كذلك نقولوا بأن هذا الكيان المشروع دياله هو مشروع استعماري، مشروع ديال الهيمنة، مشروع ديال تفتيت العالم العربي. وبالتالي سياق بعض الأنظمة العربية بتوجهها نتاع التطبيع غادي يكون عنده انعكاسات في المستقبل القريب على الشعوب وعلى السلم،
وعلى الحق في الوجود. وبالتالي احنا كنرفضوا هذا التطبيع هذا وتنقولوا بانه يتعارض ومصالح الشعب المغربي اللي كان دائما عبر التاريخ مع نضال الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود. الشيد في شرارة المقاومة التي انطلقت في الضفة الغربية. رسالة ثانية أوجهها للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، أقول لهم منكم نتعلم دروس الصبر، منكم نتعلم دروس الإباء، منكم نتعلم دروس الصمود، وأنكم بصمودكم فإنكم تكسرون غطرسة الصهيون الغاشم. رسالة ثانية وهي رسالة مهمة أيضا أوجهها للمطبعين، فيا أيها المطبعون إنكم بفعلكم هذا قد طعنتم القضية الفلسطينية في الخاصرة، وأن فعلكم لا يمثلنا على الإطلاق. نحن بريئون إلى الله مما فعلتموه. لا تنسوا أنكم سوف تسألون عن فعلكم هذا وعن خيانتكم سعيد. الرسالة الثالثة وجهها للكيان الصهيوني، فأقول له أنتم إلى سوال لا محالة، وأن نهايتكم تراها رأي العين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.